عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام كتير وقت الغدا ببقى محتارة أعمل إيه، وخصوصا في اليوم ده لو ما عنديش فراخ أو لحوم، فبكون عايزة أعمل حاجة خفيفة على مزاج الولاد. فالنهاردة هسألهم، تحبوا تاكلوا إيه النهاردة؟ أحب أكل بيتزا يا ماما. هي موافق؟ عايز أكل بطاطس يا ماما. طبعا الواحد يختار حاجة والتاني لازم يختار حاجة تانية. طب وبعدين بقى هعمل إيه دلوقتي؟ ممكن تعمل بيتزا بطاطس، كلنا بنحبها وبيبقى طعمها جميل قوي. فكرة جميلة جدا، يلا بينا على المطبخ. وهنحتاج حاجات بسيطة جدا علشان نعمل بيتزا البطاطس. كل اللي هنحتاجه كمية من البطاطس وتكون كبيرة كده، وطبعا هنقشرها بطريقة سهلة بالمقشرة. أيام الامتحانات بيكون مفيش وقت الواحد يعني يعمل أصناف. وبعدين بقى ابتدي اقطعها، عايزاه يكون سمكها زي ما انتوا شايفين كده، حوالي 2 سنتي 3 سنتي. فاقطعها كده بالعرض، هقطع بقى الكمية كلها. وعلشان اخليها يعني ما تاخدش وقت طويل في الفرن، هديها تقريبا نص سلقه. فهجيب اي حله او اي طاسه احط فيها شويه ميه صغيرين، وبعدين احطها على النار تستوي شويه. اهم حاجه ان هي تكون متغطيه علشان البطاطس تخش في السوى، يعني هتقعد حوالي 4 دقايق على النار. هعمل بقى صلصه البيتزا، لو ما عندكيش تقدري تعمليها بالطريقه السهله دي. فص توم واحد مدقوق، وصلصه طماطم، ملح، والزعتر او البردقوش، معلقه صغيره من العسل النحل، ومعلقه من زيت الزيتون. هحط معلقه زيت الزيتون على التوم، وهبتدي بقى اعمل الصلصه. اروح على البوتاجاز، اول يدوب كده فص التوم ما شم ريحته، احط على طول الطماطم، ما سيبش التومه تتغير لونها ولا حاجه. احط الملح والبردقوش، واحط معلقه العسل. اي حاجه طبعا فيها طماطم بنحط معاها سكر او عسل. ودلوقتي صلصه البيتزا جاهزه، والبطاطس كمان خلاص خدت نص سوا. هجيب صينيه تخش الفرن، والصينيه دي انا هوطنها بورقه فويل وفوقيها ورقه شمع. مش عايزة دايما الاكل يبقى ملامس لورق الفويل. فوق ورقة الشمع برضو هديها دهنة بسيطة من الزيت بالفرشة، علشان البطاطس دي بتلزق لما بتتحط عليها مباشرة. وعلى كل بطاطساية كده هنحط شوية من الصلصة، مفيش اسرع من كده. وعلى فكرة كده انا خلاص قربت اخلص، هدخلها الفرن لمدة 10 دقايق تتحمص شوية، وبعدين نكمل الحشوة بقى اللي انت حباها، اللي انت عايزة تحطيه على البيتزا حطيه. فانا جبنة موتزاريلا وزيتون، الزعتر، الفلفل، الطماطم. ابتدي بقى اقطع الفلفل والطماطم، وعايزة تحطي بصل برضو بتبقى كويسة. حابه استعمل مشروم، لقيت عندي علبه مشروم. طبعا المشروم الفريش اصح بكتير، ولكن بيمشي الحال لو ما عندكيش. ده مشروم معلب، فهحاول ان انا هقطعه كده شرايح. وبكده بتكون الحشوه اللي انا هحطها من فوق جاهزه. انا دلوقتي دخلت البطاطس اللي عليه صلصه الفرن شويه، حوالي 10 دقايق، لحد ما استوى تاني وخد قرمشه بسيطه. ودي خطوة مهمة جدا قبل ما احط المكونات بتاعة البيتزا فوقيها، علشان المكونات دي مش هتقعد وقت طويل في الفرن. معظمها حاجات مستوية، فمش تقعد معايا وقت خالص. ابتدي بقى احط على كل شريحة شوية جبنة موتزاريلا، فلفل، طماطم، مشروم. اشكل بقى التشكيلة اللي انا حباها، واعمل بقى الكمية كلها. وزي ما قلت لكم، بما انك يعني بقى تبقي واقفه في المطبخ وبتعملي حاجه، فاعملي حاجه تكفي يومين وخلاص. دلوقتي انا دخلتها الفرن، قعدت 10 دقايق. بعد ال10 دقايق الاولانيه يعني استوت في تلت ساعه بس، وده بيكون شكلها جميله جدا وريحتها حلوه جدا، وكمان الولاد بيحبوها.
وكمان صحية. دلوقتي حابة اللي انتوا تشاركوني ايه هي الاطباق اللي انتوا دايما بتعملوها ايام الامتحانات علشان توفروا وقت شوية، اكتبولي تحت في التعليقات علشان نستفيد من بعض. خلاص كده الفيديو خلص. اخر الفيديو انا سايبة مجموعة صور عشان عجبني جدا شكلها، قعدت اصور فيها كتير. اتمنى النهاردة يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.